ازيكم يا جماعة، عاملين ايه؟ الفيديو بتاع النهاردة هنكمل فاجرنت الجزء الثالث وهنتكلم عن النتورك. احنا اخر حاجة استخدمناها في الفيديو اللي فات كان دوكر، فخلينا نرجع نستخدم فيرتشوال بوكس زي ما كنا مستخدمينه في الجزء الاول. فهاجي هنا اعدل ده لفيرتشوال بوكس، ودي الايمج بتاعت الدوكر. خلينا نستخدم الايمج بتاعت الفيرتشوال بوكس هنا، مش محتاجين الجي يو اي. تمام، وهقول له باجرنت اب. تمام، هو كده عمل كرييت، ولو جيت على الفيرتشوال بوكس هلاقي فيه فيرتشوال ماشين رانينج. فخلينا نروح نكونكت اس اس اتش على الماشين دي، اقول له باك جراوند اس اس اتش. تمام، وتعالوا مثلا ننزل عليها اباتشي، اقول له sudo apt update الاول. بعدين هقول له sudo apt install apache 2. المفروض ان اباتشي كده نزل وشغال على اللوكال هوست. فلو رحت مثلا عملت كده curl http local host، ده على الفاجرنت او الفيرتشوال ماشين اللي احنا عملنا لها كرييت. فلو عملت كده هتلاقوا ان الكلام اللي طالع ده بتاع الهوم بيج بتاعت الاباتشي. تمام، اهو اوبونتو اباتشي ديفولت. فهو المفروض ان هو كده شغال، بس انا لو جيت عندي على البراوزر وجيت ادخل على اللوكال هوست كده مش هيشتغل، وده لان انا مش عامل انيبل للموضوع ده في النتورك سيتنجز اللي موجوده في فاجرنت فايل. كل اللي انا محتاج اعمله اجي عند اللاين ده في الجزء بتاع النتورك، هاجي عند اللاين بتاع config vm network وهعمل له انيبل. الجست 80 ده البورت بتاع الفيرتشوال ماشين اللي احنا شغالين عليها دي. الهوست ده اللي هي الماشين بتاعتك انت، هو المفروض باي ديفولت 8080، بس انا عندي جينكنز راننج على 8080، فاما اعمل ستوب لجينكنز يا اما اغير البورت ده. فخلينا على بورت 9090 مثلا، فده البورت اللي هيشتغل على جهازك. فلو عملنا سيف كده وعملنا هنا اكزيت ورحنا عملنا فاجرنت ريلود، تمام. لو جيت بقى على البراوزر عندي هنا كده ودخلت على اللوكال هوست بورت 9090 هلاقي الهوم بيج بتاعت الاباتشي شغاله. طيب لو افترضنا ان انا مش عايز اشوف الهوم بيج بتاعت الاباتشي من لوكال هوست بورت 9090، عايز اشوف هنا اي بي ادرس، اقدر اجي هنا، تعالوا نلغي اللاين ده كده ونينيبل اللاين التاني بتاع برايفت نتورك. برايفت نتورك ده هيخليني بدل ما انا بكتب لوكال هوست في البراوزر اكونكت عن طريق الاي بي ده، بس لازم الاي بي ده يكون في نفس الرينج بتاعت النتورك بتاعتي. فانا لو جيت هنا مثلا، هو باي ديفولت اصلا مش عارف 20 تقريبا او حاجه و40، يعني باي ديفولت مختلف عن ده خالص. بس لو انا جيت اعمل فاجرنت ريلود هو هيقول لك انهي رينج الصح اللي انت المفروض تعدل الاي بي عشان يشتغل. او زي ما انت شفته كده عمل ايرور وقال لك ان الرينج الصح لازم تكون في 56، فخلينا نعدل ده كده ونخليه 56. لو جينا عملنا فاجرنت ريلود تاني
تمام، هو كده خلص. لو جينا خدنا بقى الاي بي ده، واستخدمناه هنا على البراوزر، هنلاقي الهوم بيج بتاعت الاباتشي. طيب خلينا نتعلم حاجة تانية، ودي ممكن تستخدموها في سيتويشنز مختلفة مش بس مع الفاجرنت. انا دلوقتي عايز بدل ما اكونكت على الماشين عن طريق الاي بي او عن طريق اللوكال هوست، اكونكت عليه عن طريق دومين. يعني احدد مثلا دومين زي مثلا vagrant.apache.com، ubuntu-apache، vagrant.ubuntu، اي دومين انا احدده للماشين دي واكونكت عليها عن طريق الدومين ده. كل اللي انا محتاج اعمله ان اجي عن التيرمينال عندي على جهازي انا، وأأدت في فايل اسمه هوست جوه etc، فهقول له sudo vim hosts، وهنيجي في الاخر هنا كده وهنضيف الاي بي اللي عندنا هنا. الاي بي ده وهنقول له ان الاي بي ده الدومين بتاعه مثلا vagrant-apache.com، وهعمل سيف. لو جيت كده على البراوزر وكتبت بدل الاي بي ده vagrant-apache.com، هلاقي الهوم بيج بتاعت اباتشي لسه شغاله. والموضوع ده مفيد جدا لو انت عامل اكتر من بروجكت عندك على الجهاز، زي مثلا شغال بجينكنز لوكالي، او عامل اكتر من ماشين بفاجرنت او فيرتشوال ماشين، وكل ماشين نزل عليها حاجه معينه، فتقدر تدي لكل اي بي دومين تقدر تاكسس الماشين دي من خلاله. ده كان فيديو سريع كده عن النتورك فاجرنت. استنوني في الجزء الرابع هنتكلم عن البروفيجنينج وازاي اعمل سينك للدايركتوري بتاع الهوست مع الفيرتشوال ماشين. اتمنى يكون الفيديو عجبكم. شكرا جدا، مع السلامه.